حصادنا لهذه الليلة، والبداية بأبرز ما جاء فيه. حمى الدولار تدخل أروقة البرلمان، شد وجذب يصل حد المطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي. معرض بغداد الدولي للكتاب، فعاليات استثنائية وإشادة عربية بالدورة الحالية. إذن مشاهدينا، بدأ الدولار يدخل مرحلة جديدة من المنعطفات الأصعب، ويشابك الأوراق الاقتصادية والسياسية معا بعد دخول حمى العملة الخضراء إلى أروقة البرلمان، التي يطالب أو حيث يطالب بعض أعضاء في المجلس النيابي رئيس الوزراء بسحب يد محافظ البنك لأسباب يتحدث عنها هؤلاء النواب، بسبب الإخفاق في كبح جماح هذا التحليق في سعر الصرف والعجز في ردم الهوة بين السوق الرسمية والموازية التي أثقلت كاهل الطبقات الهشة من المجتمع، فضلا عن المخالفة القانونية في تأخر تقديم محافظ البنك المركزي لمجلس النواب للتصويت عليه وفق الضوابط القانونية النافذة. وفي ملفنا الثاني من حصاد الليلة مشاهدينا، دورة استثنائية من معرض بغداد الدولي للكتاب، فعاليات وأنشطة مختلفة وإضافات جديدة في هذه المناسبة المهمة التي تعد رافدا لبغداد، حاضنة الحضارات ومهد الثقافة العربية. عناوين شتى وأفكار مختلفة من بقاع مترامية يعول عليها في إثراء الحركة الثقافية وتوسيع نقاط الاتصال بين الأنشطة المحلية والعربية، قد يصل حد تحفيز دور النشر في البلاد إلى مواكبة التطورات والمسارات التي سلكتها دور النشر في الأرجاء. وهذه التظاهرة الثقافية هي خير مصداق لما قبل أو لما قيل أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذا اليوم، وأرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، رئيس تحالف الاقتصاد العراقي السيد عدي العلوي. أهلا بكم سيد عدي، ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بالخبير المالي السيد دريد العنزي. أهلا بكم سيد دريد. أبدأ معك سيد عدي، الدولار يواصل التحليق بالفرق هذا الكبير بسعر الصرف رغم الحزم، إصلاحات مستمرة قام بها البنك المركزي الراسم لهذه السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، شنو الأسباب برأيك؟ يعني حقيقة بالبداية شكرا للاستضافة، ورحب بحضرتك وضيفك الكريم وجماهير الأيام الأعزاء. حقيقة يعني موضوع الدولار وتذبذبات السعر وصعود صرف السعر، يعني أكو أسباب كثيرة، وأهمها هي أهم نقطة هي الإدارة، إدارة هذا الملف المالي المهم والحساس هذا من جانب. جانب آخر عدم إشراك القرار للقطاع الخاص العراقي ليكون شريك باتخاذ القرار الحقيقي، باعتبار انه المال هو القطاع الخاص. اليوم الدستور كفل بانه النظام الاقتصادي العراقي هو نظام جزء من النظام الرأسمالي، نظام السوق. اذا حقيقة يجب ان يكون للسوق العراقي له في الدور كبير بسعر التصريف الدولار وبقية الامور، لكن حقيقة الإدارة والإجراءات الحكومية والإجراءات البنك المركزي تقوض عمل القطاع الخاص وتبعد القطاع الخاص من اتخاذ القرار. لذلك جميع القرارات الخاصة بموضوع صرف العملة او حتى اي موضوع اقتصادي حقيقة تفشل قبل ان تبدا. اليوم بدنا نتكلم على مجموعة حزم عبرت اكثر من 100 قرار مالي من بداية السنة الى اليوم. حقيقة لو ندقق بهن هذه القرارات حقيقة هي قرارات
بعيدة عن الواقع السوقي، يعني هم هي القرارات قرارات ورقية وليست قرارات اقتصادية، بعيدة كل البعد عن النظام السوقي، النظام السوقي المعمول بالتجارة الداخلية. وحقيقة هنالك بعض الأسباب الأخرى اللي هي الجانب الإيراني، حقيقة الجانب الإيراني لحد الآن لم تحل. اليوم بدنا نتكلم على أكثر من 6.5 مليار دولار، هذه الأرقام اللي تشترى من التبادلات التجارية النقدية ما بين التجار العراقيين وما بين الجانب الإيراني، من غير موضوع النفط الغاز وموضوع الغاز اللي هو تقريبا بحدود 10 تريليون دينار. هذه الأسباب، هذه الملفات مختلفة لكن لها علاقة بسعر الصرف أكيد كلها، لأن يعني هي كلها تشترى من الأسواق السائدة، الأسواق السوق السوداء، باعتبار ما يدخلون للمنصة، باعتبار أنه الجانب الإيراني والسوري وبقية مجموعة من الدول لا تدخل في المنصة. لذلك حقيقة يكون الضغط ضغط كبير باتجاه القطاع الخاص والقطاع الصيرفات والمصارف وبعض المصارف اللي ما تدخل بموضوع المنصة. طيب رحب بك مرة أخرى سيد دريد. إلى أي درجة يفترض سيد دريد أن يسيطر البنك المركزي على سعر الصرف؟ يسيطر 100% إلى أم بنسبة معينة؟ مو الموضوع خاضع للعرض والطلب أصلا؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوة، مرحبا بكم ضيفك الكريم أستاذ عدي، حياك الله. يعني هذا الموضوع، موضوع سيطرة البنك المركزي بسياسة النقدية، هو ما مسيطر على أي شيء، يعني لا السوق السوداء ولا الحوالات. الحوالات تقدم وتطلع تدريجيا وصيغة إدارية تمر عبر أقبية البنك المركزي وتطلع للفدرالي، الفدرالي يرجعها. يعني مو البنك المركزي ده يتخذ قرار من تطلع الحوالة وترجع من قبل الفدرالي، معناته أن البنك المركزي عبرت عليه، فالتدقيق ده يصير من قبل الفدرالي وترجع الحوالات ويعاد بآلية معينة بالرغم من أنها تأخيري. لكن السوق السوداء إلى حد الآن ما قدم أي نشاط أو سياسة نقدية، وليس اقتصادية أو مالية، سياسة نقدية للسوق السوداء. أما إذا كان موازي فهذه تخفيض لمكانة البنك المركزي. نلاحظ أنه مثل ما تفضل ضيفك الكريم، يعني 9 إلى 10 مليار هاي سحب يومي لغض سد تجارة مع إيران. جانب الآخر احنا الآن صارت عندنا الكارثة الجديدة، 3-4 مليار مال المخدرات، يعني انتشرت بشكل واسع وأقرت ولا ممكن إخفاءها. بعدين الجانب الآخر اللي مغفل، الآن عندنا تقريبا 3-4 مليون عامل عربي أو أجنبي أو غير عراقي، خلي نقول هذول اجوا يشتغلون حتى يحولون الأهلهم، مدى تصير حوالات لهم ولا دا يسوون أي اتصال أو حتى إيداع بالبنك بأي مصرف أهلي أو حكومي، إنما رأسا يجمعها ويحولها. زين إذا حول كل مواطن من هذولا أو فرد من هذولا 200 دولار بالشهر، هو جاي يشتغل ما يجمع ويخلي هنا، فتصور 3 ملايين وعندك الحساب. بعدين أكو حالة أخرى، التجارة الحكومية مع إيران قائمة، طيب، والتجارة الحدودية مع دول الجوار قائمة. طيب خصوصا مع إيران، ركزت على التجارة من إيران كيمكن أبرز أسباب هذا الفرق الكبير وعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق. طيب تقترحون مثلا نقطع هذه التجارة مع إيران؟ طبعا لا، الآن ضرورة وضرورة ملحة، وقبل عدة أشهر يعني طرحناها بالعلن. نعم. شنو هالازدواجية أمريكا اللي تتعامل بها معانا؟ احنا وإيران ليش لا؟ ودول الخليج وصل التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار سنويا العام. طيب احنا ليش مع إيران لا؟ طالبنا أن يكون هناك يورو، أطالبنا أن يكون أي عملة مشتركة، لأن لا التومان تجاري ولا الدينار مالنا تجاري. يعني ما وإحنا أنا بالنسبة لي كرأي
ما أتعامل مع أي دولة بالدينار، لأن راح يرجع ويشترى دولار وأيضا يؤثر على السوق السوداء وعلى السعر. أما السعر الحالي فهو غير اقتصادي، ولا علاقة بالبنك المركزي ولا علاقة بالسوق السوداء. قصدك السعر الرسمي لو سعر السوق الموازي؟ لا لا لا، السوق الموازي الرسمي ثابت. هاي الطفرة الصغيرة القليلة اللي هي 5 درجات أو 6 هاي جت نتيجة التصريحات والزيارات غير المتوقعة لمجموعة الخزانة الأمريكية. فأجوا الأشخاص وأجت معاه هاي اللي هو الرجل والمرأة، جوي وجدت معاهم الدعاية. راح يعاقبون، راح يمنعون، راح يسوون يعاقبون البنك المركزي والمصارف إضافية. السيد دريدمو، هي المسؤولة الأمريكية جتي، مسؤولة الخزانة الأمريكية جتي، قالت المحافظ البنك المركزي أنه الإجراءات اللي اتخذناها غير كافية، حتى الآن أكو خلل هاي صوتهم هاي هم، يعني هذا خلى المراقبين يتوقعون أنه راح تكون هناك عقوبات أكيد أخرى. أكيد 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 يتوقع، لكن ما صارت. بس السعر ارتفع مجرد يعني مجرد هذه الزيارة السعر ارتفع. مجرد هاي الزيارة، إذا أمريكا فعلا عاقبت فد 4-5 مصارف أخرى شو راح يصير؟ يعني ما هي أتعاقب زين. أنت إذا تعاقب المصارف، الحكومة ليش تساند؟ البنك المركزي ليش يساندها؟ مفروض أسحبها من السوق أو أدمجها، أغير إدارتها، أتدخل في شؤونها حتى لا تجيني الخزانة إلى حد الآن ما سلمت الحكومة العراقية آلية العمل. يعني ليش دا ترجع الحوالات؟ أسعار، أوراق غير رسمية، الشركات المجهزة مشكوك بها، المصارف اللي دا يتعاملون مشكوك بأمرها. إلى حد الآن مدى يرجع البنك المركزي ما سمعنا أن البنك المركزي رجع حوالة. لا، كل الحوالات تجي تصعد والفدرالي يرجع. يعني البنك المركزي ما قال لهم ليش دا ترجع، انطوني القائمة قبل ما تصلكم. وهي كلها مواقف سلبية على البنك المركزي وعلى السوق. تأخير 5% 10% من الحوالات، يضطر التاجر صاحب الحوالة يروح للسوق يشتري مبلغ معين ويدفع للتاجر المجهز ضمان حتى لا يلغى العقد. طيب خلينا ارجع لك سيد عدي، هذا الارتفاع او هذه الاسباب اللي تحدثتم بها ادت الى هذا الارتفاع والفرق الكبير بسعر الصرف، لكن بالمقابل كان اكو اجراءات حكوميه واجراءات كثيره من البنك المركزي، ليش ما أدت إلى السيطرة ولو بنسبة معينة؟ تمام، قبل ما أجابك على سؤالك وشوية بعض التعقيبات البسيطة حقيقة بالأرقام خاطر، لأن صارت أكو فد اشتباه عند المشاهد. تفضل. أولا موضوع رفع السعر بالنسبة للموازي أكو به أسباب أخرى مهمة جدا، أهم سبب من الأسباب هو أنه الموازنة السابقة كان مقدر يوميا بأن البنك المركزي يجب أن يبيع بحدود 150 مليون دولار خاطر يغطي الاحتياج الفعلي للسوق. طيب. لكن اليوم احنا دا نتكلم على زيادة كبيرة بالنفقات وصلت إلى 195 تريليون، يعني دا نتكلم الفعلي البنك المركزي لازم يبيع باليوم 230 مليون دولار مستمر على مود يغطي النفقات، لان احنا تدري حضرتك انه النفقات اغلبها هي يعني نفقات موظفي رواتب وهذه الامور التسير. ليش ما يبيع هذا الكم هذه الكميه وهذا الرقم؟ يعني هذه يعني تابعه الى السياسه النقديه، تابعه للبنك المركزي العراقي، لان انت تعرف حضرتك بانه نسبه 60% تقريبا 60% من التجار والمستوردين هم لا يعملون بالمنصه، لان هنالك اكو مشاكل كثيره داخل المنصه. هذا بجانب ان تحدثني يعني اكثر عن تفاصيل هاي المنصه، ليش مو متاحه لكل المواطنين؟ هي بالحقيقه متاحه، هي متاحه، لا هي متاحه. انا هسه اريد اشتري مبلغ من الدولارات 10,000 دولار حتى اشتري مثلا سياره. مين اقدر اشتري هاي؟ تمام. بالسوق الرسمي يعني من الحكومه ال 130 الف. واضح، تمام. انا طيب. خليني اوضح للمشاهد يعني بصوره مختصره ومفيده يعني طيب. خاطر يستفاد من عندها. اولا موضوع المنصه موضوع هو شائك حقيقه، لكن هو متاح الى الجميع.
متاح اليوم إلى الجميع. منو الجميع؟ من الجميع؟ الجميع اللي يستفاد من الدولار، يعني التاجر. هذه برؤية، أنا أتكلم اليوم برؤية البنك المركزي العراقي، يعني بما نقراه إحنا من عمل يقوم به. يعني احنا كاقتصاديين، كتحالف الاقتصاد العراقي، تجار، مو تجار، لا، كاقتصاديين، كاقتصاديين في السوق العراقي، نرى بأن البنك المركزي العراقي عمل هذا الموضوع لأجل التنظيم. انا ما بدي احكي باسمهم، لكن انا اللي دا اقرا القراءه اللي هم يعلنوها اعلان رسمي، بأنه لتنظيم العمل التبادلات النقدية مع الدول العالم، خاطر ما يكون هنالك تهريب بناء على طلب الجانب الأمريكي، خاطر ما تصير عقوبات مثل ما صارت الحزمة الأولى من العقوبات والثانية، والآن متوقعين خلال يجوز 90 يوم أكو عقوبات أخرى قد تصل إلى النفط. هاي معلومات لو معطيات؟ لا لا، معلومات قد تصل إلى النفط، قد تصل عقوبات إلى النفط إذا ما التزم البنك المركزي بإدارة هذا الملف بصورة صحيحة وشفافية عالية بموضوع الحوالات وموضوع التبادلات النقدية العالمية. زين، نرجع لموضوعنا. موضوعنا اليوم احنا بدنا نتكلم على 230 مليون دولار احتياج الفعلي للسوق العراقي حسب المعطيات اللي هي الموازنه اليوم انطلقت. اليوم بدنا نحكي على اكثر من 820 الف درجه وظيفيه. هذه 820 الف درجه وظيفيه اصبح هنالك عبء كبير على الموازنه العراقيه، وارتفعت النفقات بنسبه كبيره. يعني انت تعرف انت حضرتك بانه احنا ما عندنا صناعه، ما عندنا زراعه، ما عندنا اي شيء اقتصادي بصوره صحيحه، بس النفط. لذلك ما علينا أن نبيع النفط ونبيع الدولار بالعملة العراقية خاطر نقدر نغطي النفقات. يعني بالنتيجة أنت المرتب من يجيك أي موظف هو يحتاج إلى سلع وخدمات، هذه السلع وخدمات تشترى بالدولار، إذا يكون الضغط على السوق العراقي. زين، من جانب آخر نرجع على موضوع الموظف، عذرا، على موضوع الموظع 60% وال 40%. 60% اللي هم ما يدخلون الى المنصه، هذول يضطرون، هذول من هم؟ هذول التجار اللي يشتغلون مع ايران، اللي يشتغلون مع سوريا، اللي يشتغلون مع بعض الدول الممنوعه، اللي يشتغلون مع دول مثل الصين، لكن ما يشتغلون مع مصانع معتمده. ليش ما يشتغلون مع مصانع معتمده؟ لان اذا اشتغلوا مع مصانع معتمده راح يرتفع سعر الكوست، يعني سعر البضاعه، تقريبا من 30 الى 35%. طيب. باعتبار انه هذه المصانع هي اصلا ما مسجله بالدوله او الحكومه، يعني ما يدفعون ضرائب. هذه الضرائب ترتفع سعر الكوست. لذلك هنالك هنا بالعراق اكو منافسه قويه. احنا هسه من تروح الى الاسواق، ترى الاسواق اسعارها ارخص من بقيه الدول بنسبه كبيره بهذا الاسباب. هذا مو حجه حتى ارفع سعر الصرف وارفع سعر المنتجات الغذائيه وغيرها، ابدا مو حجه، وارفع سعر المحروقات وسوتها الدوله سابقا. انا اتفق وياك. لذلك احنا من وقت مبكر احنا حسينا انه اكو هنالك، احنا كتحالف اقتصادي عراقي حسينا انه هناك مشكله راح تكون، مشكله فعليه. هذه يعني تصريحات وكتب رسميه احنا دزيناها الى الحكومه العراقيه، قلنا يا اكو حلول. الحل الأول مع الجانب الإيراني حل كلش بسيط، بأنه نسوي مدينة اقتصادية حرة مع الجانب الإيراني، وتكون هنالك التجار العراقيين يستوردون مواد. احنا مشكلة مو بس ويا إيران، احنا أغلب بضاعتنا مو إيرانية، أغلب بضاعتنا صينية. الصين شو نسوي وياها؟ بس اسمع، احنا دا نتكلم اكو مشكلة تقريبا بحدود 6.5 مليار دولار سنويا، هذه مع التجار، هذا واحد، زائدا 6.5، زائدا احنا بدنا نتكلم على بحدود 8 الى 9 مليار دولار اللي هو النفط، الغاز وموضوع الكهرباء. نعم. هذه تعطى بالدينار العراقي. احنا ايش قلنا مقترحاتنا هذه المبالغ التجار العراقيين من خلال اداره فعليه اقتصاديه مع الجانب الايراني، تكون هناك مدينه حره. هذه المدينه الحره التجار العراقيين يستوردون مواد اوليه داخله بالصناعه الايرانيه بالدولار من بلدان هم محتاجيها، يعني الجانب الايراني. نخليهن هذه البضاعه في هذه المنطقه المدينه الحره وتباع بالدينار العراقي. وطبعا هذا حتى الجانب الامريكي ما في اي مشكله. ليش؟ لان هذه البضاعه، هذه المواد هي تدخل بالصناعات. ليش تباع بالدينار العراقي؟ احنا ايضا محتاجين دولار. هو نفس الشيء، مو هو هذا الدولار، انت ما تبيع بالدينار العراقي راح يقل الضغط على الاسواق العراقيه. هذا الدولار، هذا الدينار العراقي التجار يستوردون بالدولار من خلال المنصه، يستوردون من خلال السعر الرسمي. هو راح يستورد بالدولار، راح يبيع الليرن بالعراقي. بالعراقي مو اوكي. وانا محتاج دولار حتى ادخل عمله صعبه للبلد. احنا بس انا اريد اوضح لك، انا ما عندي مشكله الان، خلينا نحلل المشاكل. شنو بالنسبه للمال، شنو المشكله، وين الجانب؟ انا ما عندي بالتجاره الالكترونيه، ما عندي مشكله بها، يعني الحوالات الرسميه ما عندي مشكله بها. عندي مشكله بالنقد الدولاري.
أنا بالعراق عندي مشكلة نعم. بالنقد الدولاري العرب. اليوم إيران وسوريا، لأن إحنا هم عندنا تجارة واستيراد من سوريا وبعض البلدان وتركيا وبعض البلدان، ذولا شو يسوون؟ يحتاجون دولار نقدي يعبروا يهربوا إلى 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 هذه الدول، هي مشتريات لكن هي تسمى تهريب باعتبار أنه يروح دولار نقدي وليس الكتروني. نعم. من يكون هنالك دينار الكتروني، دولار الكتروني يدخل بالسعر الرسمي، لح تروح عندنا المشاكل كلها. طيب. وينخفض وتنخفض نسبة الضغط على الأسواق بحدود 30% فقط، هذه الفقرات تنزل لنا بحدود 30%. يبقى الجانب الآخر اللي هو جانب الصين. الجانب الصيني احنا اقترحنا اقتراح على الحكومة العراقية حقيقة، اقتراح يعني اقتصادي، بأنه احنا عندنا مشكلة الجانب التجار العراقيين نسبة من المستوردين العراقيين بحدود 60% ما يدخلون المنصة. ليش؟ اما اكو مشكلة بأنه من الجانب الصيني، يعني من جانب البلدان المنشأ، بأنه ما مسجلين أو بأنه يخافون من الضرائب. يخافون من الضرائب، شلون يخافون من الضرائب؟ أكو ازدواجي، أكو خطأ. إحنا عندنا هو حتى لو ما كان يخاف، هو إذا راد يدخل للمنصة يشتري من عندها متاح، يقدر يجي يلزم سرم، مو يوصلون للمنصه للمصارف يقولوا لهم ماكو خلصنا. اي لا مو لا لا هذه مو باعوا بسندات مزيفه. لا اذا تسمح لي، انت اذا تحشي بالنقد، لكن انت اذا شركه مسجل بصوره رسميه وتذهب اوراقك الى المصرف اللي انت تتعامل وياه وفواتير اجنبيه وفواتير، تمشي الامور. لكن 90 يعني خلينا نقول 60 70% من التجار اللي يشتغلون على المنصه الاموال طيب. مالتهم ترجع ورا 90 يوم، لذلك يرجعون على السوق السوداء. طيب ارجع لك سيد دريد، انا اريد اشتري مبلغ من الدولار حتى اشتري سلعه معينه، شلون اقدر احصل على الدولار بسعر الدوله ال 130 132 الف دينار؟ ما عندك فرصه. ما اقدر، بالتالي راح اروح للسوق الموازي. طبعا، لأن الدولة محددة السفر، العلاج، التحويل، هسه طلعت لنا بلاتيقة تحويل الأملاك. نعم. اللي تشتري تقدم مستندات من الأردن من تركيا، تحول المبلغ بالدولار كامل و 1320، غيره محددات، غيره تتحول أنت لازم تروح للسوق السوداء، و محدودية الطرح في أغلب الأحيان، يعني هم كمضاربة بيناتهم، هل أسعار العالية هذه في صالح الدولة؟ صالح الدولة؟ لا أبدا ما. وضد صالح الدولة لو أتباع الدولة. اسمح لي، طبعا هم أتباع ومنهم الدولة. مو دولة بشكل رسمي. لا. طيب. وفي ضد من المهربين. يعني المهرب من يشتري ب 1520 مو مثل ما يشتري 1557. نعم. هذه هسه احنا الحاله شنو؟ بهذه الاسعار اذا دافعت الدوله على تخفيض، واحنا دا ندافع على التخفيض، بس من المستفيد الرئيسي؟ مهرب. مو بس احنا. حجة التهريب ومنع التهريب يمكن بالدورة البرلمانية السابقة من صعدوا سعر الدولار لأسباب سياسية أو غير سياسية كما يذكرون، كانت بحجة منع التهريب العملة إلى إيران أو غير إيران، لكن بالتالي يا سيد دريد مو المواطن هو اللي الضرر؟ سادي العزيز، هاي الفقرات الاقتصادية هسه وسألوا الحكومة قالوا له أنت منخفضت من 1520 1470 نعم. إلى 1320، منو اللي خسر؟ شقد خسرنا؟ هالفرق هذا احنا شقد خسرنا؟ نعم. انا كمواطن بالبيت عندي دولار 100 دولار خسرت 7 دنانير 8 دنانير او 7000، فكيف هالمليارات اللي موجوده؟ احنا هاي القرارات الارتجاليه طيب اذا ما مدعومه بانتاج وبتوفير انتاج الدولار. طيب. الدولار مو هذا ترى لعبه، حيل بعيد الدولار عن هذا. طيب من جانب اخر، العقوبات اللي فرضت على المصارف العراقيه، السوداني اشار انه هذه العقوبات كان يجب ان تكون من البنك المركزي على هذه المصارف المخالفه يمكن 14 واكثر. طيب هذا يعتبر تاكيد من حقيقه هذه العقوبات او احقيتها على هذه المصارف اللي هي فعلا مخالفة؟ يعني
ما أدري شلون تتعلل. أمريكا تقول إحنا ما عاقبنا بس منعنا من تعامل مجموعة من المصارف. نعم. يطلع البنك المركزي يقول ما معاقبين ممنوعين من التعامل بالدولار فقط. ما قال ليش، ما قال هذول مهربين دا يهربون دولار عراقي، ما قالها، قال مسموح لهم يشتغلون بالدينار وبقية التعاملات التجارية. شوف أكو عندنا تناقض بين تصريحات وبين واقع فعلي. أنا لو قام البنك المركزي بإيقاف العمل مالهم مع ضمان ودائع المواطنين، تعرف كان شلون يقول له اضرب الصغير الخاف الكبير، كان بقية المصارف حجبت. لكن يطلع البنك المركزي وتطلع الاتحادات مال المصارف مالهم، نعم، تشجع بأن هذول ما معاقبين. وتجي الشيخة هم تقول احنا ما عاقبناهم، يا وتي سويتي لعد من منعتيهم من التداول بالدولار، لو يطلعون يبررون الموضوع هيك بشكل لطيف وهادئ. هذول المصارف ما يمثلون 5% 10% من التعاملات، هذا دا يهرب يا اخوان، دا يهرب الدولار. من رجعت الحوالات مالته رجعت تحت موضوعة التهريب. انت اذا المهرب ما تعاقبه اشتأمن، ما البقية كلها تأمنت، يعني ما صار عندها إشكال. وهذاك اليوم 4-5 مصارف دا يشتغلون بالحوالات الداخلية، نعم، وبالحوالات الخارجية بس ما تبر عبر البنك المركزي. لا قرار اقتصادي ولا قرار نقدي ولا قرار سياسي. طيب باختصار سيد دوري، إذا كنت تحرك نيابي لإقالة محافظ البنك المركزي السيد العلاقة، تعتقد إقالة المحافظ تحل هاي المشكلة باختصار إذا تسمح؟ والله خلي رشحونا رجل حتى نعرف يحلها أو لا. لا أكون طرح بس إقالة، بس إقالة المن أجيب؟ المن أجيب؟ أقعد الشبيبي من قبره الله يرحمه، الله يرحمه، المن أجيب؟ اعطيني شخص معين حتى أشوف تاريخه نشاطه. علي العلاق مع وكيل بالوكالة، نعم، وكالة علي العلاق، وقع على دينار، وقع على عمرة تصدر. هسه احنا مأساة مالنا، تطلع وزيرة المالية تقول انا ما عندي غير بس الرواتب، يعني انت نتيتي الهند والموافقة لثلاث سنوات وما عندك انت دولار للدينار للمنشآت. طيب. الاقتصادية والنشر الاقتصادية، لا واحد يعني. طيب. واحد يدمر الله واحد يكسر الله. شكرا لك الخبير المالي سيد دريد العنزي، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم سيد دريد، وشكرا جزيلا لكم رئيس تحالف الاقتصاد العراقي السيد عدي العلوي. شكرا لكم سيد عدي. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. معرض بغداد الدولي للكتاب، فعاليات استثنائية وإشادة عربية بالدورة الحالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الدورة لمعرض بغداد الدولي للكتاب وهذا الملف الثاني من الحصاد، نرحب سوية بضيوفنا الكرام، معاون مدير مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي السيد مهند حسين. أهلا بكم سيد مهند ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بمدير إدارة معرض بغداد الدولي للكتاب السيد محمد زكي. أهلا بكم سيد محمد، وأبدأ معك سيد مهند، كيف وجدتم هذه الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب ووصفت من أغلب الأطراف بالاستثنائية؟ بداية تحية لك ولجمهورك ولضيفك الكريم. هذه الدورة تمتاز بإقبال واسع من قبل الجمهورين المحلي والإقليمي، وحتى المشاركات كانت مشاركات استثنائية من قبل دور النشر الإقليمية والعالمية، وجدنا الكثير
من دور النشر التي هي قد أتت من لندن ومن دول أجنبية أخرى، وهناك دور نشر أتت من دول عربية بما فيها دولة المغرب، هذه الدولة يعني الشقيقة التي تعرضت إلى الحادثة، حادثة الزلزال، وقد تعاون معها وتعاطف مع الشعب العراقي وآلت على نفسها لأن تشارك في هذه الدورة. إذن هنالك إقبال عربي واسع وكبير على هذه الدورة، ناهيك على أن هناك كثير من الضيوف الذين أتوا ليشاهدوا ما قد شاهدوه في خليج 25 وفي الزيارة المليونية للإمام الحسين، وجدوا في العراق ضالتهم من طيب الترحاب وكرم الضيافة والكثير من الأشياء الإيجابية التي وصلت رسائلها الخارج بشكل أفضل، حتى أن الإعلام العالمي والإقليمي والمحلي تعامل بشكل إيجابي مع هذه الدورة. وقد افتتح هذه الدورة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشجاع السوداني، وآلى على نفسه إلى أن يحضر ليفتتح هذه الدورة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يحسب لهذه الحكومة التي تعتبر حكومة يعني الخدمات والإنجازات، ويعتبر هذا المعرض هو إنجاز حقيقي للحكومة العراقية. طيب حضرتك أشدت بشكل كبير بالمشاركة العربية والإقليمية بهذا المعرض لهذه السنة، لكن بالمقابل كيف وجدتم مشاركة دور النشر المحلية اللي تعاني من الكثير من المشاكل؟ أغلب الدور التي شاركت لها الكثير من الإصدارات ولها الكثير من الكتب التي يعني انتشرت، حتى أن الوافدين من الجمهور المحلي قد اشترى الكثير من هذه الكتب، وتعتبر هذه الثقافة وهذه السياحة الثقافية إن صح التعبير، باعتبار أنه القارئ قد لا يحتاج إلى أن يصرف آلاف الدولارات ليذهب إلى بلد آخر، مجرد أنه يطلع على ثقافة والشعوب الأخرى من خلال هذا الكتاب. هذا الكتاب قد يذهب بك إلى رحلة تستغرق ساعات من القراءة عوضا عن صرف الآلاف الدولارات في السفر، وهذا يعتبر التبادل الثقافي ما بين المجتمعات والشعوب، يمثل يعني نقلة نوعية في يعني وضعنا التكنولوجيا الحديثة. اليوم العالم يستخدم الكثير من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة وبما فيها المقروءة، الكتاب واحد من هذه وسائل الإعلام التي تصل إلى العالم لتنقل رسائل تلك الشعوب وتلك الدول إلى العالم الآخر. طيب رحب مرة أخرى بكم أستاذ محمد، شنو الجديد بهاي الدورة التي وصفت بالاستثنائية؟ عدد دول مشاركة، دور النشر، دورة معرض بغداد الدولي للكتاب، الدورة أعتقد 24. مساء الخير. مساء الخيرات. بالنسبة لهذه الدورة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، هي فعلا يعني الحمد لله والشكر دورة استثنائية بكل المقاييس. هذه الدورة تحتضن اليوم أكثر من 500 دار نشر من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، وبحضور المغرب كما قال ضيفك العزيز المملكة المغربية، الذين نحب أن نواسيهم على المصاب الذي ألحق بهم في الأيام السابقة. هذه الدورة مميزة هذه السنة من عدة جهات، أهمها المشاركة الواسعة لدور نشر جديدة أحبت أن تأتي إلى العراق هذه السنة لأول مرة تشارك من مختلف الدول من العالم العربي، وأهمها ضيف الشرف الذي هو المغرب. كنا نعاني في السنين السابقة من ضعف المشاركات يعني لبعد التواصل بين دور النشر في العراق ودور النشر في يعني في المغرب العربي. هذه السنة الحمد لله استطعنا أن نأتي بمجموعة ممتازة من أهم دور النشر المغربية، بالإضافة إلى عدد هائل هذه السنة من دور النشر العراقية. لأول مرة في معرض بغداد الدولي للكتاب تشارك دور النشر العراقية في هذا العدد. في السنين السابقة كانت دور النشر العراقية تعتبر أن العراق هو سوقها ولا داعي لأن تشارك في المعرض، لأنه هو أساسا يقع ضمن نطاقها الجغرافي، لكن اليوم بفضل المعرض وبفضل جهود الأخوة في دور النشر في تطوير أنفسهم
وجلب التوكيلات من دور النشر المهمة في كل أقطار العالم العربي، استطاعت هذه الدور العراقية أن تطور نفسها وتعرف فعلا أهمية مشاركتها في هذا المعرض وأثبات وجودها على خريطة دور النشر في العالم العربي. طيب أستاذ محمد، شنو دلالات اختيار المملكة العربية المغربية ضيف شرف لهذه الدورة؟ يعني بصراحة نحن نجد أنه هناك فجوة بيننا وبين دول المغرب العربي. نعم كعراق يعني. نعم. بالإضافة إلى فجوة ثقافية، يعني دول المغرب العربي لم تكن حاضرة في ثقافتنا وفي كتبنا وفي معارضنا كما ينبغي لها أن تكن. نحن نعتبر الأخوة في دول المغرب العربي هم أخوة لنا، ولا بد أن يكون بيننا وبينهم تبادل ثقافي، وهو ما يتيحه هذا المعرض في هذه السنة. طيب أعود لك أستاذ مهند، هيئة الحشد الشعبي لها مشاركة مميزة في هذه الدورة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، لكن شنو أبرز المضامين اللي يحتويها جناح هيئة الحشد الشعبي؟ بداية احنا نحب ان نوجه يعني رسالة شكر للأخوة القائمين على معرض بغداد الدولي للكتاب الدورة 24، باعتبار انهم وجهوا الدعوة الى هيئة الحشد الشعبي للمشاركة. هذا اكيد واضح انه التأثير الايجابي اللي ابداه الحشد الشعبي بتحقيق الانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي. نجد انفسنا اليوم مكلفين بنقل هذه الانتصارات على معسكر اخر، هو معسكر ثقافي. لذلك اليوم في جناح هيئة الحشد الشعبي تجد كل العناوين الخاصة بالكتب التي كتبها المؤلفون والكتاب والأكاديميون والرسائل والأطاريح التي تناولتها أقلامهم في مناقشة الانتصار الكبير الذي حققه أبناء الحشد الشعبي بالدفاع عن البلاد والعباد والمقدسات. فأكثر من 300 عنوان يحملها هذا الجناح، واليوم تحديدا قبل ساعات قد حضر سيد وزير العدل الأستاذ خالد شواني إلى جلسة توقيع كتاب خاص للأستاذة سارة اللي اليوم وقعت كتابها الخاص بعنوان استراتيجيات الحشد الشعبي في مكافحة الإرهاب من يعني من 2014 إلى 2017. وهذه العناوين هي نعتبرها بوابة لكل يعني الذين يقدمون على كتابة رسائلهم وأطاريحهم لكي يستفادوا منها كمصادر في إنجاح مشارحهم، وهي دعوة لكل الطلاب الذين يعني يتعذر عليهم الحصول على هذه الرسائل. نفتح باب مديرية الإعلام لاستقبالهم وتوفير هذه المصادر لهم لإنجاح مشارحهم، وهي يعني بالنهاية هي تلبية لنداء المرجعية التي كررت مرارا وتكرارا على ضرورة حفظ هذا الإرث الذي حققه أبناء العراق عموما وأبناء الحشد في توثيق هذه المرحلة. التوثيق تحديدا سيد مهند، يعني هنا هيئة الحشد مؤسسة قائمة على فكر وعقيدة، والفتوى قائمة أيضا على هذا الفكر وهذه العقيدة. طيب هذا الموضوع، هذا الفكر، هذه العقيدة انعكست على بنتاجكم الأدبي 100%. اليوم كل الكتب اللي هي موجودة في جناح هيئة الحشد الشعبي تتناول جميع قصص الشهداء والمضحين والأبطال الذين دافعوا عن هذا العراق العظيم وحافظوا على دماء الأبرياء والذين حافظوا على المقدسات. كل الانتصارات التي وجدناها في المعارك العسكرية اليوم نجدها على شكل كتب تحولت إلى رسائل وأطاريح يستفاد منها الأجيال يعني القادمة. كل الذين يبحثون عن ضالتهم في إنجاز مشاريعهم الطلابية يجدون باب مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي مفتوحة لاستقبالهم وتوفير كل المصادر الخاصة بهذا الموضوع. طيب سيد محمد، دور النشر المحلية ذكرت أنها تشارك بأعداد أكثر من كل عام، لكن هاي دور النشر ده تشتكي من قلة الدعم وغياب الدعم عنها، بالتالي غياب الطباعة والنتاج الثقافي المحلي. هذا الموضوع إلى أي درجة قد يضعف ويقلل من حيوية مشاركة هذه دور النشر المحلية بهذه الملتقيات؟ بصراحة قد يكون الضعف
بالنسبة للدور العراقية هو بغياب بعض ما تحتاجه هذه الدور بالنسبة لتصدير، هو أمر أعتقد أنه قيد الحل حاليا. لكن يتميز هذا المعرض هذه السنة بمبادرة اقرأ اللي نحن أطلقناها في معرض النجف الأشرف الدولي قبل عدة أشهر، ولاقت استحسان واسع جدا وكبير جدا ودعم ضخم جدا من الكثير من الجهات الحكومية والأهلية. اليوم في معرض بغداد مبادرة اقرأ حتى اليوم ما عندي يعني بصراحة إحصاء دقيق، لأن احنا قبل شوية يعني تم توزيع أكثر من 1000 كوبون خلال ساعة واحدة. هذه الكوبونات عبارة عن قسائم شرائية مجانية توزع إلى رواد المعرض بقيمة 25,000 دينار لكل كوبون واحد، توزعه وزارة الشباب والرياضة، البنك المركزي، وزارة التجارة أيضا شاركت، مؤسسة الشهداء، العديد من الجهات مشاركة في دعم هذه المبادرة، وهي حتى اليوم أعتقد أنها قد تجاوزت 10,000 بطاقة، يعني أكثر من 250 مليون دينار عراقي هاي تم ضخها في داخل المعرض ككوبونات شرائية مجانية يستفيد منها الجمهور ويشترون منها بقيمة 25. وخلصت أعتقد ما تنعاد هذه الفعالية مرة أخرى بهذا الدعم؟ هي الدعم الأكبر للمعرض والدعم الأكبر للناشرين. خلصت يمكن ما تنعاد هذه المبادرة؟ ما تنعاد هذه المبادرة بتوزيع كوبون ما قيمته 25,000 دينار. يعني سيد محمد، أسعار الكثير من الكتب بل الأعم والأغلب أسعار مرتفعة جدا، مو كان المفروض أنه باعتباره معرض دولي أن تكون هناك أسعار مخفضة عدا قضية الدعم؟ مسألة سعر الكتب هو بصراحة أمر يعود إلى الدار المشاركة، ولكن بطبيعة الحال الكتب الموجودة في المعرض كلها كتب أصلية وكلها لها حقوق للتأليف، فقد تكون هذه الكتب تختلف عن بعض ما قد نراه في السوق العراقي مع الأسف من كتب قد تكون مستنسخة أو تكون كلفتها متدنية لأنها بلا حقوق أو يعني غير شرعية خلينا نقول. ولكن بشكل عام سعر أي دار مشاركة تمنح نسبة خصم عالية جدا لا تقل عن 50%، عن أي يعني الدور التي تمنح خصم أقل من 50% عددها قليل جدا. وهي دور تنشر يعني كتب هي بطبيعتها كلفتها مرتفعة، مثل مثلا الكتب الطبية والكتب غيرها، هاي كتب هي أساسا من مصادرها الأجنبية كلفتها عالية جدا. ولكن المبادرة اليوم قدمت هذا الحل لكل من لا يستطيع أن يشتري الكتاب اليوم يقدر يتفضل إلى المعرض. عدة جهات موجودة، سواء كان شاب في عمر يسمح لوزارة الشباب أن تعطي كوبون، حتى لو مو شاب وزارة التجارة اليوم بدأت بتوزيع وستستمر للأيام القادمة حتى نهاية المعرض يوميا بتوزيع أكثر من 1000 كوبون يوميا، هاي من وزارة التجارة. جهات أخرى، البنك المركزي يقدم كوبونات إلى طلاب كلية الإدارة والاقتصاد، رابطة المصارف البغدادية العراقية عفوا تقدم لكل طلاب الجامعات والتدريسيين كوبونات مجانية، مؤسسة قناة آفاق، العديد. هناك بعض التحركات الشبابية اليوم دخلت إلى المعرض وقامت بضخ 2000 بطاقة، إحدى الحركات الشبابية اليوم دخلت إلى المعرض وضخت 2200 بطاقة في خلال يعني ساعة واحدة فقط إلى مجموعة من الشباب والشابات للشراء وللتزود من المعرض بقيمة 25,000 دينار للبطاقة الواحدة بدون مقابل. أنتو سيد مهند بالهيئة ما وزعتوا كوبونات ودعم؟ احنا دعما للطاقات الشبابية اللي تفضل بها الأستاذ محمد بأنه حتى يستمر المعرض بهكذا إقبال واسع، توجهنا بشكل آخر لدعم هؤلاء الشباب من خلال فتح الباب لتوزيع الكتب لهم، خصوصا إذا ما يعني تعرفنا على هذا الشخص طالب سواء كان في الماجستير أو يحتاج إلى بعض المصادر الخاصة بالإضافة إلى بعض الهدايا. مجاني؟
بشكل مجاني. نعم. هو دعم للشباب. بالنتيجة احنا نريد نوصل رسالة العراق عموما والحشد الشعبي على وجه الخصوص. ناهيك على انه هذا الموضوع يعني مثل ما تفضل استاذ محمد انه المختصين بالدراسات المعنية سواء كانت الدراسات العلمية على المستوى الطبية والدراسات الإنسانية، نحن في هيئة الحشد الشعبي نجد ان هنالك بعض الشباب الذين يطمحون بالحصول على انجاح رسائلهم في الماجستير او الأطاريح الدكتوراه قد يجدون صعوبة في إيجاد المصادر الخاصة بالحشد الشعبي. بالتالي الهيئة وتضحيات الشهداء ومن القادة إلى المنتسبين تعتقدون راح تقدرون توصلون من خلال هذه الفعاليات الثقافية والأدبية توصلون رسالة هؤلاء المضحين سواء كانوا في المعركة ومن قدم روحه في المعركة أو في مختلف الميادين؟ نحن نعمل جاهدين في سبيل إرسال هذه الرسائل وإن شاء الله هي رسائل قد وصلت. وإلا كيف يصلك اليوم؟ اليوم أكثر من ليس فقط المسؤولين وإنما حتى الأكاديميين والمثقفين والمؤلفين وصلوا إلى جناح هيئة الحشد الشعبي. كيف وصلوا؟ وصلوا عن طريق هذه الرسائل التي بثها الحشد الشعبي من خلال نشره لجناحه الخاص بتوزيع الكتب المجانية وبالإضافة للكتب المجانية الخاصة التي حتى لها علاقة بالعوائل العراقية. اليوم حتى الأطفال هنالك جانب خاص اليوم نقدمه كهدية للأطفال للعوائل هنالك حتى للنساء. عندنا تقدر تقول باعتبار احنا اغلب مخيماتنا الثقافيه جانب منها نسائي، هنالك اشياء يعني نقدمها للعوائل العراقيه ليس فقط على مستوى الكتب وانما بالهدايا الخاصه. انه اليوم حتى العوائل اللي تمر على جناح هيئه الحشد الشعبي اللي هو مطالب وما يحتاج هذا المصدر وهذا الكتاب احنا نقدم له هديه على شكل يعني ياخذه وياه، وهو مسرور انه وصلت رساله هيئه الحشد انه مر بجناح هيئه الحشد من خلال هذه الهدايا. وبصراحه احنا اليوم يعني نستثمر وجودنا في قناتك الموقره نعتبر انه رساله لكل الاخوه الوافدين الى الى معرض الكتاب الدولي، يعني نتشرف بحضورهم ووصولهم الى جناح هيئه الحشد الشعبي لكي ينهلوا من هذا العطاء الثر الذي قدمه الشهداء والذي قدمه ابناء العراق عموما والحشد الشعبي على وجه الخصوص بقراءه الكتب التي تم تاليفها وكتابتها واستثمارها لايصال الرسائل للاجيال القادمه ان هذا التاريخ تم حفظه إن شاء الله وسيكون في المستقبل القادم إن شاء الله ركيزة أساسية لكل الأجيال. معاون مدير مديرية أعلام هيئة الحشد الشعبي السيدة منى دحسين، شكرا لك، كنت ضيفا كريما ونتمنى التوفيق بهذه الفعالية وهذه المهمة. وشكرا جزيلا لمدير إدارة معرض بغداد الدولي للكتاب السيد محمد زكي، كان معنا مباشرة بصوت وصورة من أرض معرض بغداد الدولي لهذه الدورة. شكرا لكم أستاذ محمد. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حلقتنا وحصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.